أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم القيامة، محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم انفعنا يا ربنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعل هذا العمل صدقة جارية ابتغاء مرضاتك عنا وعن والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحفادنا وصديقنا وجارنا والقائمين على هذا العمل بإحسان إلى يوم الدين، واجعله يا ربنا شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا. اللهم اجعله يا ربنا شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله يا ربنا شاهدا لنا لا علينا. تواصلا مع دروس اللطائف اللغوية في القرآن الكريم، نعيش دقائق معدودات في ظلال آية من سورة هود، رجاء أن يظلنا الله سبحانه وتعالى في ظلها يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. يقول تبارك وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ سؤال هذه الإشراقة ربما هو سؤال ملح على الكثير. هل يمكن لنبي من أنبياء الله عز وجل أن يدفع ببناته لأولئك القوم الفاسقين كفا لأذاهم وتحقيقا لنواياهم الخبيثة؟ شيء صعب أن يتقبل. فإذا لم يكن الأمر كذلك، فما اللطيفة اللغوية في الآية الكريمة؟ وكيف نوجه الآية الكريمة محل الدراسة؟ توجيها حقيقيا صحيحا سليما: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. توجيها يتوافق مع اللغة العربية وأصولها وقواعدها، ومع أيضا ما جاء في التفاسير المختلفة، بمعنى أن لجوءنا للغة العربية يجب ألا يتناقض مع رأي قطعي في الدين. وقد تساءل السلف الصالح عن هذه القضية، فقال المجاشعي القيرواني: مما يسأل عنه
يعني الناس تسأل تتساءل أن يقال كيف استخدام استفهام الحال، كيف قال القرآن أو قال النبي هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين؟ يعني القيرواني يقول أن مما يسأل عنه الناس أن يقال كيف قال القرآن على لسان النبي عليه السلام، كيف مستغرب هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. الحجر 71. وعن ذلك جوابان: أنه أراد عليه السلام بهؤلاء بناتي فتزوجوهن إن كنتم فاعلين، إن كنتم ترغبون. وهذا قول الحسن وقتادة. والثاني أنه أراد عليه السلام ببناته، هؤلاء بناتي، أي نساءهم، يقصد نساءهم، لأن نساءهم في الحكم كبناته، وهذا قول معتبر، قول الزجاج. الثالث: هؤلاء بناتي، أي بنات أمتي وقومي. وهذا جائز في العربية، فلوط عليه السلام هو أب لهم. وهذا مثل ذاك أيضا، فما كان رد قومه إلا أن قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. أي فأنت تعلم يا لوط من قبل أنه ليس لنا في النساء حاجة أو رغبة. فطرة منكوسة، مركوسة، مقلوبة، شاذة. أنت تعلم يا لوط أنه ليس لنا في النساء من حاجة، شذوذ. وأنت تعلم ما نريد، تعرف إيش اللي بدنا إياه. إذن الاعتراض هو على أنهم لا رغبة لهم في النساء، وانت عارف اللي بدنا إياه يا لوط. ولكن المسألة لا تقف عند هذا الحد، لأن منهج هذا الكتاب لا يعتمد على توجيه المفسرين فقط، وإن كنا نستأنس بذلك، بل يعتمد على الجانب اللغوي بما يخدم رؤية المفسرين إن توافقت مع اللغة، وإلا فإننا سنثبت رؤيتنا من خلال اللغة، وإن اختلفت مع رؤية المفسرين في غياب نص شرعي، يعني إذا غاب النص الشرعي المرجح بين اللغة والمفسر أو رأي المفسرين، فهنا يتغلب جانب اللغة. في غياب نص شرعي من القرآن أو من السنة يرجح هذا الرأي، رأي إما المفسرين، فنخضع ونسلم.
وإما أن يكون هذا النص الشرعي من القرآن أو السنة يغلب رأي اللغة. نعم، وقد حدث مثل ذلك في موقعين اثنين، في موقعين مع آراء مختلف المفسرين المؤيدين والمعارضين، ومن ثم ترجيح ما رأيناه مناسبا وموافقا للغة العربية وفيما لا يخالف أصلا من أصول الدين. لذا فإننا عندما نتعرض لقوله سبحانه وتعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يجب أن نضع في الحسبان أن هذه الدراسة هي قراءة لغوية سياقية، مما يعني أن المفردة الواحدة قد يختلف معناها باختلاف السياق الذي جاءت فيه. فإذا كانت الطهارة نقيض النجاسة في السياق الفقهي، في الدرس الفقهي معنى الطهارة نقيض، أنها نقيض النجاسة، فقد جاءت في سياق الحديث عن قوم لوط الطهارة نقيض للفاحشة، نقيض للفاحشة التي كثيرا ما تأتي بمعنى الزنا. إذن بتصير الطهارة في هذه الآيات نقيضا للزنا، لأنه هي نقيض الفاحشة، والفاحشة عادة ما تذكر نقيضا للزنا. فكيف يستبدل نبي من أنبياء الله ممارسة الفاحشة مع الرجال اللي هو عمل قوم لوط بممارستها مع بناته؟ هذا مستغرب ومستبعد. وإذا كانت الفاحشة تعني القذارة واختلاط الأنساب فإنها في المقابل الشرعي والموضوع تعني العفة. إذا كانت الفاحشة تعني الزنا والقذارة واختلاط الأنساب فإن مقابلها الشرعي والموضوع يعني العفة والنكاح، مقابل الزنا ومضاد الزنا العفة والزواج الشرعي، أليس كذلك؟ بكل ما تعنيه تلك المصطلحات التي ذكرناها قبل قليل من نقاء وستر وحياء، حيث استخدم العرب أيها الإخوة الكرام الطهرة بمعنى النقاء، الطهر بمعنى النقاء، وهو ما يتوافق مع مصطلح الزواج الذي قال به المفسرون في الآية الكريمة، ويؤيد ذلك ما جاء في الشعر العربي ثياب بني عوف طهارة نقية. إذن الطهارة في اللغة تفيد النقاء. وأوجههم عند المشاهد غران. ولولا هذه القرائن اللغوية أيها المشاهد الكريم لذهبت نفوس الضعفاء كل مذهب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
بمراده.